اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج امل وحياه. هنتكلم النهارده عن اساليب كورسز اكاديميه شاهد. هكون معاكم لمده نص ساعه انا وزميلتي ندى الخولي. ازيك يا ندى، عامله ايه؟ ازيك يا هايدي، انتي عامله ايه؟ الحمد لله انا كويس. عايزه ارحب بضيوفنا النهارده زياد ومحمود. ازيك يا زياد؟ ازيك يا محمود؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عايزه اسالكم، مين اللي جاب لكم فكره انكم تروحوا الكورس؟ والله في البدايه انا كنت بتفرج على استاذه ريام، كانت منزله ستوري عندها ان في كورسز هتبداها، فحبيت الموضوع جدا ان انا اخد معاها كورس، طبعا لان استاذه ريهام خبره كبيره جدا في المجال ده. فاتصلت بيهم بالاكاديميه واتفقت معاهم امتى هبدا وبدانا. طيب قولي يا زياد، ايه رايك في الكورس وطريقه التعامل وطريقه التدريس؟ ايه رايك في كل ده؟ لا، هو الكورس هايل بصراحه، جدا جدا. الاكاديميه جميله والناس محترمه جدا ومنظمه، خصيصا وجود ريهام سعيد فارق جدا جدا، لان هي شخص مور اكسبيرينس، عندها اكسبيرينس عالي جدا، خبره جباره، وانا حاسس فيها حاجه ما حسيتهاش قبل كده مع ناس كتير في الميديا، انها بتقول المعلومه فعلا السليمه، يعني بتدي اقصى ما عندها. اغلب الناس لما حد تيتشنج بيعلم حد ممكن يختزل جزء لنفسه لو عنده حتى جزء من الخبره. لا، هي ريهام بتكمل جدا وبتعيد مره واثنين وثلاثه وعشره. طب يعني انت ايه اللي استفدته منها في حوار الكورس؟ ويعني ايه اللي استفدته من خبرتها هي في اللي نقلتها ليك؟ هو حاجات كتير جدا، بس ريهام كشخص الدقيقه معاها استفاده، يعني الدقيقه معاها استفاده في وات ايفر، يعني عموما في كل الحياه. في الكورس تحديدا ريهام افادتني في حاجات كتير، يعني ما كنتش بفكر ان ممكن قبل ما اطلع هوا لازم اعمل ريلاكسنج واعمل مديتيشن واطلع بره المود خالص. لما عملت سيرش بعد هي ما قالت الكلام ده، لقيت اكبر اعلاميين في العالم بيعملوا كده فعلا. خلتني استفيد ازاي اطلع على الكاميرا بمنتهى الطلاقه از فريندلي، يعني شخص مصاحب الجمهور جدا، يعني ما اقعدش اقول اعزائي المشاهدين، طلعتني بره المود ده خالص، خلتني اخش شخص اصاحب الجمهور من اول مره، ودي ما كانتش موجوده عندي. حاجات كتير جدا. لا، هي الدقيقه معاها استفاده حقيقي، يعني الدقيقه مع ريهام فعلا شخص فعلا فعلا مفيد. فكل نواحي الكورس طبعا قويه جدا يعني. طب هل يا محمود الكورس ده انت كنت متوقع ان يبقى بالقوه دي ولا ايه؟ لا بصراحة أنا كنت فاكر إن هو هيبقى موضوع تقليدي جدا وهنفضل نتكلم كلام على ورق، ده المتعارف عليه في كل الكورسات. بس فعلا لما جربت، لا يعني لما وقفنا قدام الكاميرا أول مرة، لا الواحد كان بيقف بطريقة معينة، هو مش حاسس إنه مش عارف يقف، مخشب نفسه، بيتكلم بطريقة كده ثابتة، مفيش ليونة في التعامل. هي بتعلمنا إزاي بجد إن أنت تقف بتلقائية، ما تصطنعش الهوا، لا انت وانت بتصور لا لازم تخلي بالك ان انت تتعامل عادي جدا كانك بتتعامل في يومك في حياتك اليوميه، وانت حتى طريقه كلامك لازم تتكلم عادي، يعني ما تكبرش الموضوع، ما تديش الموضوع اكبر من حجمه، هو الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي عقد. طبعا اتفرجنا على بعض في الاول لما صورتنا فيديوز، لا يعني اختلاف تام دلوقتي. طب هل فرق معاك في حياتك العاديه ولا في الجانب الاعلامي بس؟ يعني هل استفدت حاجه تفيدك عامه في الحياه العمليه؟ طبعا فرق معايا ان انا لازم اركز، ان انا لما اعمل حاجه ما اهتمش لاراء الناس، اخليني في شغلي اركز فيه واطور فيه، ما افكرش ان انا في حد هيقول عليا كلام او ان انا لا انا ازاي بعمل كده وانا هقول كده فهنتقد، لا طبعا خالص. هو كل الحكايه انت اتعامل مفيش حد موجود معاك، انت لوحدك. طيب قولي يا زياد، انت شايف ان انت اتجرأت اكتر بعد ما استاذة ريهام وقفتك قدام الكاميرا وعملت لك اكتر من تيست؟ كتير جدا. طب مش موضوع الجرأة بس، انتوا اكيد معانا فاكيد حاسين بده، أيوة يعني أيوة لامسين أيوة لامسين الموضوع. أيوة أنا فاهم صح. مش الجرأة العامة، مش ان احنا نتجرأ نقف قدام كاميرا، لا اغلبنا واقف من قدام ناحية كاميرات قبل كده، بس فكرة التعامل مع الكاميرا، انك تقفي قدام كاميرا حاجه، وانك تتعاملي معاها كده تبقى الكاميرا قدامك لفتره، دي حاجه تانية. يعني علمتنا لما النقلات دي، انا شخصيا كنت فاشل فيها، ان انا لما حد يكلمني في الاير بيس مثلا
ويعرفني، بيقولوا لي في الاعداد حاجه بس كنت اقف، افضل واقف الاول لحد ما بسمع واتلخبط واتوه. لا، هي علمتني ازاي انقل وما اخليش الجمهور اللي قدامي يفصل. لا، هي عندها اكسبيرينس عاليه، عندها خبره فعلا عاليه، وبتديها بمنتهى الصدق. هي دي النقطه اللي اكتر حاجه لافته نظري فيها، ان هي بتطلع المعلومه كامله، ما بتختزلش جزء لنفسها، واللي بيغلط مره بتفضل معاه لحد هي ما تحس انه فعلا بدا يبدا. يعني هتلاقوها اكيد عملت معاكوا كده. ايوه صح. ما عندهاش بقى انت ليك عدد مرات او في وقت ملزمين بيه، لا، مهم عندها الستودنت الطالب يطلع واصل لاقصى درجه من المعرفه منها. فمحدش بيعمل ده الا لما حد يكون واثق في نفسه جدا. لازم يبقى واصل مع نفسه لدرجه عاليه من الثقه بالنفس عشان انا اديك المعلومه كامله. فاذا انا شخص واثق في نفسي جدا، فهي فعلا واثقه في نفسها لاقصى درجه، فبتدينا المعلومات كامله يعني بمنتهى الصدق. فهي لا، هي طبعا طورتنا جدا جدا، زي ما محمود ما قال لما شفنا نفسنا في اول مره كانت صدمه، يعني كلنا اتصدمنا صدمه جباره. أيوة، يعني ما بقيناش مصدقين. والفرق في الوقت مش كتير، مش يعني كبير يعني. فلا، المره الثانيه لا، اتطورنا جدا، بقينا قاعدين، اللي كان صوته مش طالع بقى صوته طالع، اللي كان بيترعش ما بقاش بيترعش، اللي ما كانش بيرتجل بقى بيرتجل. كل ده عشان معانا بروف تقيل زي ريهام طبعا، والاكاديميه طبعا اكيد. طيب انتوا الاثنين شايفين ان الكورس كافي عليه الثمان محاضرات، ولا يعني يتمد مثلا اكتر؟ لا، او استاذه ريهام لا، او اكيد من جوه ونفسهم من الكامل بقى قاعدين عايزين نقعد شويه. ايوه عايزين نقعد حبه كمان. بس هي نفسها ريهام قالت في ناس لا ستوب خلاص، هم كده اخدوا اللي يكفيهم فيقدروا يجو اهيد يكملوا في حياتهم عادي، وفي ناس لا هيحتاجوا. بقى دي البوينت اللي ملهاش يد فيها بقى، الناس اللي عندها كاريزما عندها اتيتيود، الحاجات دي بتاعت ربنا يعني، ما فيش حد ينفع يعلمها لحد. ففي ناس لازم هتاخد وقت تشتغل على نفسها بقى جدا، وفي ناس لا خلاص كده هتخش بقى الحياه العمليه عادي كده. انما احنا كاشخاص كاز بيرسونال يعني لا، طيب عايزين نفضل قاعدين في الاكاديميه بصراحه. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذه ريهام سعيد. ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ مية. ازيك يا استاذ هاني؟ وحشتينا جدا والله. وحشتينا قوي قوي. ازيك يا دام؟ الحمد لله. مبسوطه قوي يعني، مش متخيله ابدا ان انا كنت اكلمكم على الهوا بهذه السرعه. طب قول لنا يا استاذ ريهام، ايه رايك في ادائنا؟ طيب عاجبينك ولا كل صراحه يعني رايك؟ بكره لما نتقابل يوم الجمعه. طيب لا، مبسوطه قوي والله بجد، انا فخوره جدا بيكم ومبسوطه قوي، ويمكن انتوا الاربعه بالاخص. مش عايزه بس اي حد يزعل، طبعا في نماذج كتير كويسه، ولكن كنت من الناس المحترمة اللي أخدت الكورس بجدية واشتغلت على نفسها وكانت بتدقق في أي حاجة تتقال، فلأن اتحسنتوا بسرعة قوي ووثقتوا في نفسكم بسرعة قوي. طبعا أصلا عندكم الموهبة وعندكم مثلا زياد كان عنده تجربة قبل كده، لكن أنا شايفة إن أنتوا يعني فكرة أصلا عندكم الجرأة إنكم تطلعوا هوا النهاردة، ده أنا كده مبسوطة قوي انكم نفذتوا فكره ان احنا ما نخافش من حاجه، وان كل حاجه لو مصممين عليها هنحققها. فانتوا مثال مشرف جدا لناس بتحط قدامها تارجت او هدف وتحققه، ومبسوطه قوي ان انا قابلتكم، ومبسوطه ان انا لو كنت اضفت يعني اضفت حاجه، وهتفرج انتوا لايف دلوقتي على النت بشاهد وفي التلفزيون، وهعمل شير دلوقتي اللقاء بتاعك على كل السوشيال ميديا بتاعي، فخلاص بقيتوا نجوم يعني. والله احنا مبسوطين ان احنا يعني بنتدرب مع حضرتك. طيب يا استاذه ريم، احنا فخورين جدا ومبسوطين ان احنا اتعاملنا معاكي وان انت نقلت لنا الخبره الكبيره بتاعتك. فاستاذ تحب تقول ايه لاستاذه ريهام؟ كلنا يا استاذه ريهام بنحبك لاقصى درجه فعلا، يعني اديتينا خبره عاليه جدا جدا ما كناش نتخيل ان احنا ناخدها. يعني بقول لكم سر على الهواء، فارتين زياد اول سيشن في الكورس دخل بعد ما خلص السيشن قال له انا عايز الغي الكورس. ايوه. ليه كده على الهواء يا استاذه ريهام؟ ليه على الهواء؟
عشان هو فهم الجدية أو قلق من كتر ما أنا صريحة مثلا، بس هو في الوقت أو يمكن تاني مرة بتهيألي ايوه تاني قول مرة. الصراحة دي عشان مصلحتكم يعني، أو لا هو صح حضرتك بصراحة عملتي نقلة فعلا في حياتنا واضحة لينا كلنا، انتي خبرة عالية جدا وقامة فعلا. بالنسبة للتعامل الشخصي، انا شخصيا كنت فاكر انك طف او حادة، لا طلعتي حد واثق في نفسه جدا، قادر يطلع المعلومة بمنتهى الصدق. لو اي سلبيات سمعتها عنك فالسلبيات دي فعلا كلها اتكذبت جوايا وكلنا تقريبا، لانك فعلا اخت عزيزة طيب. جدا. وانت يا محمود تحب تقول ايه للاستاذة ريهام؟ استاذة ريهام يعني بجد احنا قبل الكورس حاجة واحنا في نص الكورس او خلاص يعتبر انت خلصناه حاجة بالاخص يا تانية. محمود بالنسبة لي عملت طفرة يعني، واحنا بنتفرج على الفيديو الاولاني بتاعك لما جيت، وبعدين اديت امبارح في الاستوديو، والنهارده واحد تاني خالص. بس يا ريت فانا نمسح الفيديوهات دي يا استاذة ريهام. عايزين نمسحها الفيديوهات دي، بجد عايزين نمسحها. امسكها الزلة عليكم طول العمر. إن شاء لا الله تتعلموا، إن شاء الله ربنا يوفقكم، وبإذن الله بإذن الله تكون فتحة خير عليكم، وتتعينوا في أحسن القنوات، وتضيفوا للبلد وتعمروها، وتشتركوا في الرسالة الإعلامية الشريفة اللي لازم نوعي بيها الشعب المصري، ونحب بلدنا أكتر وأكتر، ونفتح يا مصر، ونفضل طول الوقت نشتغل اختيار على طلب بعد ما تأسيسها اقفل مع ريهام. عشان نبقى مواطنين قادرين على ان احنا نعمر بلدنا المكبرة. بشكركم جدا، مش هاخد من وقتكم، بس هنتقابل يوم الجمعة برضه عشان في شوية غلطات. شكرا ليك اوكي يا استاذ تمام. ريهام، ونقابلك ان شاء الله يوم الجمعة على خير. ان شاء الله. طيب دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. طبعا بنشكر الاستاذة ريهام سعيد على تعاطفها معانا جدا، وان هي شاركتنا يعني النهارده في الحلقه، ده غير المجهود اللي بذلته معانا من اول الكورس وكده. وبشكر زياد، وبشكر محمود، شكرك. ميرسي وبشكر يا طبعا ندى، ميرسي هايدي. ميرسي حبيبتي يا يا ندى، ميرسي يا ندى، شكرا.